يا مساء الورد، فيديو النهاردة مخصوص لعشاق الألوان الحمراء والبنفسجي، ويا سلام بقى النهاردة هيكون في ميكس ما بينهم، يعني لون ولا أروع من كده. بالإضافة كمان فيديو النهاردة للناس اللي ما بتحبش تفتح شعرها ببودرة تفتيح وعايزين يصبغوا بأقل ضرر. عايزين تعرفوا باقي التفاصيل؟ يلا بينا. طبعا كتير منكم واجه انه لما بيجي يصبغ شعره لنفسه بيطلع له اللون ده، اللون اللي هو الأورنج المزعج اللي هو ده، أو طبعا جيتوا تصبغوا أو تسحبوا لون وطلع لكم اللون ده. طيب، من أحلى الألوان المقترحة على الدرجة دي اللي هي درجة 7.5، دي 7.5 زي ما انتوا شايفين. طبعا من أجمل الألوان اللي بتطلع على اللون ده بيكون الأحمرات والبنفسجي. طيب يلا بينا ندخل في طريقة اللون الرائع ده على طول. طيب، وبرضو الناس اللي عندها شيب وعايزة تعمل اللون ده هقول لكم في نص الفيديو تعملوه ازاي خطوة بخطوة. طيب دلوقتي هنحضر اهم حاجة، الجلوفز بتاعنا، عشان لازم اي لون احمر او بنفسجي هتيجوا تشتغلوا فيه تلبسوا جلوفز، عشان ايديكو يعني اللون هيلزق فيها جامد وهتزعلوا. طيب دلوقتي خلاص كده اول لون معانا، خلينا ندخل على طول بقى. اول لون معانا هيكون رقم 6.66، ده اشقر احمر غامق مركز. حلو كده. اللي هيقول لي بديل لو عايزين تستخدموا 6.6 بس شغال، ينفع اهو 6.66. طيب ده هناخد منه قد ايه؟ هناخد منه نص عبو. ماشي، ناخد بس وبعد كده هقول لكم على حاجة. نص عبو مش اكتر من كده. طيب المقادير دي على شعر لحد الكتف، دي نص عبوة من اللي هي العبوات المية ملي، نوع الصبغة ماكسيما. حلو. طيب ده كده اول لون. تاني لون صبغة بيلا كالر 7.2، ده اسمه اريس بلوند او اسمه اشقر موف متوسط. حلو كده. هناخد منه قد ايه؟ هناخد منه نص عبوة، نص بنص. طيب خلاص كده هنحط حاجة تاني؟ لا مش هنحط حاجة تاني خلاص. شفتوا بقى اللون سهل ازاي؟ هنحط بس اكسجين 30. بصوا، اللي عايز اللون افتح، لا قصدي اللي عايز اللون اغمق حطه اكسجين 20، انا عايز اللون افتح فانا هحط اكسجين 30 اللي هو 9%. طبعا الاكسجين هنا بيكون حسب شركة الصبغة، يا 1 لـ 1 يا 1.5 إلى 1، يعني هنا الصبغات دي الاكسجين بتاعها بيكون 1.5 قد الصبغة، يعني لو انا استخدمت صبغة 100 ملي هحط قدامهم 1.5، يعني 150 ملي اكسجين. تمام. طيب قبل بس ما هقلب الصبغات عايز اقول لكم على حاجة، الشعر ده متفتح بصبغة، الشعر ده مش متفتح ببودرة تفتيح. حلو كده. طيب ده كان بس للأمانة هو متفتح على مرتين بصبغة رقم 1000، تقدروا اسمها تفتيح ورقمها 1000 للناس اللي متحبش تستخدم بودرة التفتيح. اهو ده كان لون شعر اسود طبيعي على مرتين بصبغة رقم 1000، فتح لي للدرجة دي، لدرجة 7.5 اللي هو الأورنج الغامق. حلو. طيب البدايل بتاعت صبغة رقم 1000 ممكن تستخدموا المحايد لو شعركم طبيعي مش مسبوغ، اوكي. ممكن تستخدموا ماجرل هاي ليفت، صبغة ماجرل. ايه تاني؟ يبقى 1000 ماجرل هاي ليفت محايد، اوكي. طيب
لو استخدمته بقى صبغة رقم 12 والكلام ده، ممكن بقى يفتح معاكوا للدرجة دي على 3 مرات، فيعني كده برضو هيبقى ضرر للشعر. فيبقى نختصر ونستخدم يا صبغة رقم 1000 يا محايد يا بودرة على طول زرقاء وأكسجين 20 أو 30. تمام؟ طيب دلوقتي كده دي الصبغات خلاص هنقلبها مع بعض. طبعا مزيج بقى بين اللون الأحمر والبنفسجي أو الموف هيبقى لون روعة وجديد جدا جدا جدا. ده للناس اللي هي بتحب تغير أو بتعشق الأحمرات والبنفسجي، أو الناس اللي هي نفسها تعمل لون جديد ما عملتوش قبل كده، أو الناس اللي وصلت للدرجة دي وعايزين يعملوا عليه لون غير الأشقرات ويكون جديد، برضو ده مناسب لكده. هنحط شوية أكسجين كمان. أهم حاجة حتى الناس اللي هي ما بتبقاش عارفة تحط قد إيه درجة الأكسجين مظبوطة، أهم حاجة انتوا تقدروا تحطوا من غير ميزان على فكرة، بس أهم حاجة لما تيجوا تقلبوا تلاقوا في النتيجة النهائية كده إن الخليط بقى كريمي زي ما انتوا شايفين، شبه الكريمة أهو. بصوا لما تلاقوا الخليط بقى شبه الكريمة كده تعرفوا ان خلاص انتوا حاطين كده كمية الاكسجين المظبوطة، يعني تكون لا خفيفة قوي ولا تكون تقيلة قوي، تكون حلوة متوسطة. ولازم زي ما قلت لكم نعمل الحركة دي عشان لو في اي لون من اللونين اللي احنا ركبناهم لازق في سنون الفرشة يندمج كويس والمعادلة ما تبص. طيب خلاص كده انا قلبت الصبغة والخليط بقى كريمي وزي الفل. هنعمل ايه؟ خصلة متفتحة بصبغة مرتين لدرجة 7.5 اورنج غامق كده، دي درجة التفتيح المطلوبة للون ده. هنبتدي نصبغ الخصلة. مش نسيكو مش نسيكو، اللي عندهم شيب مش نسيهم، هقولكوا على كل حاجة. طيب هندخل في الناس اللي عندها شيب، ده في حالة يعني اللي انا عملته ده دلوقتي في حالة الناس اللي ما عندها شيب وفتحوا شعرهم للأورنج الغامق وعملوا خليط الصبغة على طول. اوكي، اما الناس بقى اللي عندها شيب انتوا هتعملوا طريقة التخصيب بصبغة، بمعنى هتجيبوا صبغة رقم 5.0 بني فاتح طبيعي او 6.0 اشقر غامق طبيعي. اوكي، المتوفر قدامكم هتجيبوا منه مثلا فرضا العبوة الصغيرة. هتعملوا الخليط ازاي؟ واحدة واحدة. هنحط الصبغة كلها في الطبق بتاع الصبغة، بعد كده الأكسجين لو حطينا مثلا 50 ملي صبغة هنحط نص الكمية بتاعة الصبغة أكسجين، يعني هنحط 25 ملي أكسجين. لو 50 ملي صبغة يبقى 25 ملي أكسجين، نص الكمية على طول. طيب أكسجين رقم 20 أو 10، ما ينفعش 30 للشيب اللي هو 10 3% أو 20 6%. المهم بنحط نص الكمية أكسجين، نص كمية الصبغة أكسجين 25%، ونقلب. وبعد كده نحط على أماكن الشيب فقط. حلو، لو الشيب في مقدمة الرأس بنحط مقدمة الرأس بس، لو متفرق يبقى بنعمل الشعر كله. بنسيبه حوالي مدة 1/3 ساعة، أول ما الشيب يلون بنغسل الشعر فورا. وبعد ما نغسل الشعر فورا بنعمل ايه؟ خلاص بننشفه، وبعد كده بنسحب لون بالبودرة الزرقاء والأكسجين 30 أو 20. بقى هنا ينفع 30 لأن خلاص احنا خصبنا الشيب من أول مرة، هيديكوا الدرجة اللي هي الأورنج الغامق دي. بتصبغوا بنفس الألوان والخطوات اللي أنا عملتها دلوقتي، لكن بدل أكسجين 30 هتحطوا أكسجين 20،
عشان انتوا عندكوا شيب. بس كده، هي دي الطريقة للناس اللي عندها شيب. شفتوا سهلة ازاي؟ خلاص كده انا حطيت الصبغة ووزعتها على خصلة الشعر. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هسيبها لحد ما تديني الدرجة المطلوبة، هرجع اقول لكم قعدتها قد ايه، وهرجع لكم باللوك النهائي. استنوني. خلاص كده فاتت بالظبط نص ساعة على الشعر، هقوم اغسله وهرجع لكم باللوك النهائي الرهيب. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الشياكة والأناقة والحلاوة والجمال؟ لون تحفة جدا جدا، مزيج كده جميل ما بين الأحمر والموف، يديكوا اللون الروعة ده. بصوا بصوا جمال اللون، يعني هو متداخل فيه الأحمر وكمان الضي البنفسجي زي ما انتوا شايفين، فواخد ميكس حلو جدا جدا جدا. طبعا اللون ده هيمشي مع البشرة البيضة، يمشي مع البشرة الحنطية، يمشي مع البشرة اللي هو البرونزية، تمام، بس البرونزي الفاتح. أما أصحاب البشرة السمراء قوي ممكن تعملوا درجتين أو درجة أغمق من ده، هيبقى حلو جدا عليكم، لكن ده هيكون فاتح شوية على لون بشرتكم. فده كده كل التفاصيل بتاعت اللون الجميل ده. يا رب يكون عجبكم ويكون كل حاجة اتقدمت في الفيديو أفادتكم. لو عجبكم بقى اللون الناري ده ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير أكتر، لأن ده بيشجعني. وأشوفكم في حلقة جديدة. سي يو، باي باي.